كشفت دائرة شؤون الألغام في وزارة الصحة والبيئة عن تنظيف وتطهير أكثر من 3 مليارات متر مربع كانت ملوثة بالألغام والقنابل غير المنفلقة في العراق. وأوضح مدير عام الدائرة ظافر محمود أنه بذلك تكون الدائرة قد نظفت أكثر من 52% من الأراضي الخطرة الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، مبينا أن مسألة تطهير الألغام معقدة وحساسة جدا، وهناك الكثير من الخبراء كانوا ضحية انفجارها سواء بالوفاة أو العوق.